سلام على من عادوا بأكفانهم بعد أسر ومطاردة وإصابة وشهادة أخيرة. محطات عطاء وتضحية لم يتوقف فيها فادي وشحة، وإن ظن البعض ذلك، ليعود ما بدأ بصلابة أكبر مكرسا مقولة اربط على الجرح وقم من جديد. لبي رجعناش منه وحياة الله رجعناش. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بحسرة دائمة وقبلة أخيرة ودعته أمه قبل أن تعتاد من الآن فصاعدا رؤيته في صورة دون ألوان. فادي فادي، قال أنا صاحي صاحي، عودك تخلينا يمشي. ما شفته يا حبيبي له كايم ومتحمم ومصلي وفراد طلع. قل يلا يما بخطرت. طلعت عليه برا له ركاد راكب. فادي وشحة، أو كما يحب أصحابه مناداته أبو بارود العنيد، ومن أمام صرح الأكرم منا أخبر أحبة سبقوه أنه آت. جامعة الشهداء بيرزيت شهدت عليه مقاعدها وكلياتها وأنشطة مجلسها طالبا وأكثر وأكبر. هذه المرة هي الآن بشبيبتها وكتلها وطلبتها من تلقي عليه نظرة الوداع في مشهد تكرر مع رفيقه الشهيد ساجي درويش وغيرهما الكثير ممن اختاروا مقاعدهم مع الشهداء. سيل بشري زفه فخرا واعتزازا مبايعين ومودعين ومباركين للشهيد الذي خرج نصرة للعاصمة وغزة رغم تهديد أحد ضباط الاحتلال له. وزارة المخابرات الإسرائيلي اتصل على أخوي وقت ما وصل الإسعاف المستشفى بكله شو نقول الله يرحمه. فهذا هو الإجرام الإسرائيلي بحق ذاته، هذا هو الإعدام الميداني، هذا هو الاغتيال. إسرائيل لا تفرق بين طفل، لا تفرق بين شاب، ولا تفرق بين شيخ، دائما معروف على الإسرائيليين الجرائم والإرهاب. وفي المثوى الأخير يلتحق فادي بابن عمه الشهيد معتز الذي ارتقى قبل أعوام حين هدم الاحتلال المنزل فوقه. هما الآن جسدان متلاصقان وروحان عند ربهما متجاوران. هنا ومن على هذه الشرفة ناظرا إلى ذلك الأفق كان يحدث فادي وشحة أصدقاءه عن أمنية بعقد قرانه وعمل يلوح بالأفق، لكن كان يختم ذلك بمقولة أن الله دائما يختار الأفضل، ولم يكن ليعلم أن الله اختاره شهيدا وعريسا أكبر مما حلم. من بلدة بيرزيت، علي دار علي، تلفزيون فلسطين.